للمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء من طابة مراسل قناة النيل الأخبار محمد الخطيب. محمد، إذا كان لك أن تطلعنا عن أهم ملامح الزيارة وأهم النقاط التي أكد عليها المسؤولون. نعم أحمد، تحياتي ليك في البداية وتحياتي لجميع المشاهدين. بالفعل يعني الزيارة التي امتدت لثلاثة أيام تنتهي الآن بعد تفقد وزير السياحة والآثار دكتور خالد العناني للعديد من المنشآت الفندقية للاطمئنان على كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية سواء في المنشآت الفندقية من دهب وطابة ونويبع، وذلك لرصد الصورة الحقيقية التي تحدث على أرض الواقع هنا في جنوب سيناء. خلينا ناخذ تفاصيل اكثر عن الزياره، ومشرفني على الهواء مباشره رئيس جمعيه مستثمري جنوب سيناء تامر مكرم. مستر تامر، مساء الخير، برحب بحضرتك على شاشه النيل، ويمكن ما فيش اجمل من المكان اللي احنا فيه دلوقتي عشان نختم بيه الزياره اللي قام بيها معالي الوزير. الحقيقه طبعا ما فيش اجمل من المكان ده، دي حقيقه، يعني مش بس في مصر، من اجمل حتت اللي في العالم يعني كجو وكمناظر. للأسف الكاميرا مش جاية عشان الشمس مش جايبة الناحية التانية، بس يا ريت واحنا بنلف نجيبها. هنتكلم على كانت هايلة. كان فيها دلوقتي عملنا كذا زيارة قبل وصول السياح علشان نتأكد من إجراءات السلام والأمانة. دلوقتي دي بقى الزيارة الأكتشوال، في انتر اكشن، حصل في تفاعل مع السياح. يكفي ان احنا النهاردة بقى لنا 10 ايام السياحة بادية، مفيش ولا حالة إصابة بكورونا واحدة، الناس جت وغادرت من غير أي إصابة. الحقيقة برضو المحافظة والوزارة والمستثمرين، يعني نقدر نقول التلاتة يعني على قلب رجل واحد، يعني زي ما بيقولوا، لأن في الآخر هي مصلحة واحدة عامة. احنا متواصلين في المجهود، متواصلين ان احنا نحاول نوصل صورة جميلة عن بلدنا، لان احنا حتى في ظل جائحة الكورونا الموجودة، في ظل الازمات الموجودة، احنا بنطبق جميع المعايير طبقا لوزارة الصحة العالمية دون المساس بحرية السائح في الاستمتاع بوقته. وحضرتك دي اهم نقطة، انك بتطبق اجراءات وقائية وفي نفس الوقت السائح بيجي يستمتع بوقته ويرجع بلده الحمد لله سليم، مفيش اي حاجة لغاية دلوقتي. خليني اتكلم على محافظه جنوب سيناء بقى. الاجراءات اللي انتم بتاخذوها، الخطوات بقى اللي جايه عشان نبدا نستعيد الحركه السياحيه مره اخرى. حضرتك، هو الخطوات هي الصوره بتتكلم عن نفسها. كل واحد من دول هيرجع بلده يتكلم ويقول للي حواليه ان هم جم ورجعوا سلام، يعني دي اهم صوره بتوصل. وجود السادة المسؤولين من السادة الوزراء بالتسهيلات المقدمة لجميع شركات السياحة العالمية عشان تزود الحركة الجالبة لمصر، مع المحافظة وتحركاتها، مع وجود المستثمرين، لأن الحقيقة تعبوا قوي 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 الفترة اللي فاتوا، ومع العمالة السياحة، الحقيقة كله كان تعبان وكله متعاون جدا عشان يقدم المنظورة اللي حضرتك شايفها النهاردة واللي كاميرا حضرتك صورتها على مدار 3 أيام في كذا مدينة في كذا حتة. الفندق جميع مستويات الفنادق سواء 5 ستار سواء 4 ستار سواء 3 ستار كلها مستعدة، كلها بتقدم خدمة آمنة للسائح. امبارح كان في لقاء مع معالي الوزير ومعاكم كمستثمرين في جنوب سيناء، ابرز النقاط اللي خرج بيها الاجتماع واللي اكيد بيبقى هتكون في صالح المنظومه السياحيه في جنوب سيناء. حضرتك عارف طبعا جنوب سيناء فيها كذا مدينه، احنا دلوقتي مدينه شرم الشيخ، في برضو مدن طابه ودهب ونويبع، في قطاع من شعبه جمعيه المستثمرين موجود في طابه ونويبع. فسياده الوزير كان اجتمع مع مستثمري شرم الشيخ من اسبوعين ثلاثه، وبعدين دلوقتي بيجتمع مع، هو بيعمل جوله الحقيقه في كل المدن السياحيه في مصر، اجتمع امبارح مع طابه ونويبع ودهب عشان يستمع الى ايه المعوقات اللي موجوده. برضو احنا الحقيقه برضو الناس كانت تعبانه شويه، ان هي خارجه من ازمه سقوط طائره روسيه وقبلها مش عارف ايه، ويعني الحقيقه تعبوا شويه غير الكورونا اللي جت بقى جملت. فالحقيقه الراجل سمع بصدر رحب وتفاعل، قعد كان الاجتماع قعد 3 ساعات وشويه، وسيد المحافظ برضو يعني كان في تفاعلات، واعتقد ان في بوادر طيبه جدا وجيده جدا للتعاون لوصول لحلول كويسه مع بعض.
ان شاء الله الفتره الجايه نشهد بقى يعني طفره في مجال السياحه ونشوف زياده اعداد سياح زي ما كانت شرم الشيخ موجوده بعد كده. شكرا زو حضرتك. شكرا فندم. يعني زملائي يعني كما تابعتم معنا كان هذا يعني مجمل الزياره التي قام بها وزير السياحه والاثار دكتور خالد العناني الى جنوب سيناء، تحدث الى المستثمرين وزار المنشات الفندقيه، ثلاثه مدن رئيسيه سياحيه في غايه الاهميه، طابا نويبع دهب. في هذه اللحظات نختم معكم الزيارة، وسوف نتابع على مدار الأيام القليلة القادمة زيارات أخرى سواء كانت داخل مصر أو خارجها لتعود السياحة مرة أخرى كما عهدناها. إليك أحمد. إلى محمد الخطيب مراسل قناة النيل الأخبار متحدثا إلينا مباشرة من مدينة طابة.